يلا اصحى يا ابني، مش معقول كل يوم تروح المدرسة متأخر عشان بتنام متأخر. أنا وعليا نخرج بالليل مع واحد صاحبي. مين صاحبك ده؟ إيه، واحد صاحبي من زمان، أيام مدرسة التجمع. ماشي، بس متأخرش وتاكل سندوتشاتك كلها. يلا يا علي اصحى بقى، اعتمد نفسك رايح تلعب بلاي ستيشن في الفصل. صاحبك ولا كان زميل مامتك في المستشفى؟ لو سمحت ممكن تزودي الاكريليك والحاجات دي على الطلبيه؟ تمام يا استاذ رضا. ازيك يا محمد؟ اهلا يا استاذ كمان. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام كمان. ازيك؟ مدام رضوى؟ ايه الصدفه الحلوه دي؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله ماشي الحال. اهو بعمل حاجات بسيطه كده وهفتح شركه تانيه باسم تاني. انت عارف ان انا في بيني وبين خالد قضيه ومش عارف استعمل اسم مدد الا بعد الحكم، ودي ممكن يبقى فيها سنين. والله خساره اللي حصل بينكم ده، بس حضرتك عارفه لغايه دلوقتي مستر خالد مستمر في شغله بنفس طريقه شغلكم سوا زمان، نفس الخطوط والتفاصيل واللمسات اللي كنتوا بتعملوها سوا. حضرتك عارفه احنا دلوقتي شغالين على طلبيه كبيره بنفس مواصفات شغلنا زمان. ربنا يوفقكم. هي الطلبيه دي الادهم العبودي مش كده؟ لا لا، اكبر من شغل العبودي بكتير، منتجع سياحي جديد جهلين عن طريق شركه اي ديزاين. واخبار شهد ايه؟ وحشتني شاوتها والله. شهد كويسه تمام الحمد لله. معلش يا كمال، انت قلت لي المنتجع ده بتاع مين بالظبط؟ رجل اعمال ما اعرفوش الصراحه قبل كده، اسمه شاهين السريتي. أنا ما أعرفش حاجة اسمها تأخير في تسليم مشاريع. عندك جدول تمشي عليه ويتنفذ بالدقيقة وبالساعة. قلت حاجة صعبة؟ تمام يا باشمهندس. مدام رضوى بره وعايزة تقابل حضرتك. طب اتفضل أنت دلوقتي يا باشمهندس. على إذنك يا باشمهندس. خليها تدخل. إيه المفاجأة الحلوة دي؟ إيه؟ كنت معدية من جنب الشركة هنا ولا إيه؟ شبابي مالك في ايه؟ بص لي كده ليه؟ بحاول اشوف انا ازاي ما خدتش بالي انك باشا على الدرجه دي. في ايه يا رضا؟ بتتكلم عن ايه؟ في ايه؟ هو انت فاكرني مش هعرف؟ في ايه يا رضا؟ لا انت عارف كويس جدا يا سليم، انت مش غبي. رضا اكلمك كويس عشان اعرف افهم انت عايزه ايه بالظبط. سليم انت بتراوغ وبتحاول تكسب وقت عشان تعرف تكذب، وانت عارف كويس جدا انا عايزه ايه. المنتجع، تصميمات، خالد. قولي كده. طيب انا مش شايف اي مشكله خالص. انت بنفسك قلت لي انك اول مره تخش مشاريع كبيره زي دي، وخايف ان انت ما تخلصيش المطلوب منك في الوقت المحدد. عادي، بالطريقه دي لازم انقل الشغل بتاعك لحد تاني. انت مش طبيعي، انت ازاي تقدر بيا وقادر تتكلم بالبساطه دي؟ لا وكمان عايز تفهمني ان انا غلطانه وانا مسؤوله على اللي انت عملته؟ بس هي دي الحقيقه. انت مؤذي يا سليم، وأذيتك بتطول أي حد يقرب منك، عشان كده هتعيش طول عمرك لوحدك وفي الآخر هتأذي نفسك. يا ست صلي على النبي. أي نبي فيهم حدد عشان اللخبطة. وشك مخطوف. مين اللي خطف؟ الهرب اعترفي. بقول لك يا برنس، عايز اقول لا. ايوه يعني هو حس بحاجه، خد باله من حاجه، امال قلقانه ليه بقى؟
ماشي ماشي، هبقى نتكلم بعدين. سلام. مع السلامة. بعد تمرينة أدم هروحك واروح لأمي. ليه بقى إن شاء الله؟ مشكلة بينها وبين أمين. يعني الواحد مش عارف يرتاح يوم الأجازة، حاجة قرف. فادية، فادية. أيوة يا مالك. هو دكتور وليد جاي النهاردة؟ آه هيجي بالليل. خير، أنت عايزة حاجة؟ وصلنا مدرسة. من فضلك رجعني تاني المانيال. أفندم. رجعني مطرح ما ركبت بعد إذنك. أمرك. طب وبعدين؟ إحنا مش هنبدأ ولا إيه؟ ده تاني يوم يعمل كده. أكيد مستني حمية القلب توصل عشان ما يفوتهاش حاجة. بص أنا المرة دي بجد عايزة أتحالك وعايزة أفتكر كل حاجة. طب كويس، جميل جدا. ما تلاقيش بقى من حاجة، خلاص طالما أنت خدتي القرار ده بنفسك يبقى أكيد هتقدري. صدقني أنا بحاول أفتكر بس كل مرة بقف عند نقطة معينة بحس إن في شبورة في دماغي مش عارفة أفتكر ولا حاجة. صح، في شبورة، بس عشان تشوفي اللي ورا الشبورة ديت إيه اللي يحصل لازم الشبورة تختفي. وهخفيها إزاي؟ أنت عارفة إن أنا خدت الملف بتاعك من دكتور مصطفى؟ عادي يعني. طيب عايز أتكلم معاك عن سليم. إشمعنى سليم؟ اللي فهمته من ملفك إنه شخص كان بيلعب دور مهم جدا في فترة من الفترات. دور مهم إزاي؟ لا أنا مش هقولك على كل حاجة، أنت اللي لازم توصلي لكل حاجة بنفسك. لو قلتلك عليه هيبقى كلامي عبارة عن خبر بتسمعيه عن حد ما تعرفيهوش. لازم أنت يا ملكة اللي تمشي الطريق ده بنفسك. أنت لازم أنت اللي تبقى عايزة تشوفي اللي ورا الشبورة بنفسك. أنت مش حد تاني. أنت ليه بتقلقي من سليم؟ مش عارف. وانت شرفك ان انا بقلق منه. طريقتك في الكلام عنه، نظرتك ليه، التوتر اللي حصلك دلوقتي لما جبت لك سيرته، كل حاجه كل حاجه يعني. سليم وندى كانوا بيحبوا بعض قوي مش كده؟ ايوه. كان زوج مخلص ليها؟ ايوه. حنين؟ ايوه. بيحترمها؟ ايوه. بيعمل لها كل اللي هي عايزاه؟ ايوه. كان نفسك تبقي مع حد زيه؟ لا. ليه؟